بنزيما جيريمي مينيز مينيز لباريزيا حط جول 1-0 لفرنسا. جيريمي جول مينيز كوكو مينيزيلي كوكو مينيزيلي 1-0 صيحة الديك 1-0 صيحة الديك. هنا تتغير المعطيات فعلها زلاتان ولكنكم عدتم يا تيموتشوك والآن بين براثن الشوك هل ستفعلها يا فلوخين؟ 1-0 ولا أجمل. المرتدة السريعة نومهم نومهم بعد ضربهم ضربوهم بعد ما غدروهم غدروهم والآن ممكن يقتلوهم بأحلام الكورة بمعطيات الصعود ربع النهاية. جيريمي مينيز لباريزان يقول لي شوف وتعلم وقراني وشوف مبارياتي. أنا نضيع كورة الثانية ما نرحمش لإزاحتنا. تصور اشرد الكروات بعد الكرة الثانية بعد الهدف الثاني كاباي الهدف الثاني كاباي دوزيام كوكو دي فرونسي الكوكو والصيحة الثانية للديك للديك في مرمى الأوكران. أوكرانيا فتحت على البحر في يوم ممطر كأنها البحار. 2-0 لفرنسا تقتل المباراة في أقل من 10 دقائق. ميرسي بريزيدون شكرا الرئيس. هكذا ستكتب ليكيب غدا يا بلوخين وماذا ستكتب الصحافة الأوكرانية؟ ضيعتنا يا أولخ. هذه الكورة وهذه الصورة بنزيما ينومهم مرة أخرى يخرج من رأس حربة يولي يلعب باسور يولي الأسست كبير يا كبير بنزيما الكبير يحط الكورة لكاباي نيوكاسل يونايتد ويحط الكورة جول الثاني للمنتخب الفرنسي. 2-0 فرنسا 2-0 للتفوق الفني الفرنسي.